عليا يا جميع المتعبين، لسه ايدي مفتوحة للي يقولوا يتوبوا، والمحتاج للشفاء هيلبسوا هدومه. الرب شافينا، الرب شافينا، الرب شافينا، الرب شافينا. حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. حارة جزء من إنجيل متى إصحاح 7 ومن عدد 24. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها، يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. أنا من المرة اللي فاتت ابتديت أتكلم عن أنه إزاي الرب مش بس بيشفي أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، لكن كمان أن الرب بيشفي العلاقات في حياتنا. ومن العلاقات المهمة في حياتنا اللي الرب بيشفيها العلاقات الزوجية. واتكلمت على الفكرة اللي المسيح قالها، قال انه اللي بيسمع اقوالي وبيعمل بيها بيشبه رجل عاقل لما جاء يبني بيته بناء على الصخر، فجت الامطار، لانه الامطار اكيد بتيجي، المشاكل اكيد بتيجي، وهبت الرياح وجت على البيت ده، البيت ده منهارش لانه كان مبني على الصخر. وقال ان الرجل الجاهل ده اللي مش بيعمل بالكلمة بتاعة المسيح ده بيبني بيته على الرمل، فلما بتيجي الأمطار وبتيجي الأنهار تلطمه بيسقط وبيكون سقوطه عظيم. ودي الحقيقة اللي ناس كتيرة مش مدركاها، إنه ليه بيتنا فيه كل المشاكل دي؟ ليه علاقتنا الزوجية منهارة؟ ليه إحنا تعبانين في العلاقة دي؟ علشان في قوانين إلهية الكتاب المقدس حطها، الرب حطها في الكتاب المقدس. لما بنطيع الكلمة، لما بنسمع أقواله وبنعمل بيها، ساعتها بيتنا بيبقى مبني على الصخر ومش بينهار. لكن لما بنبعد عن كلمة ربنا وعن فكر ربنا، العلاقة بتنهار. عشان كده النهاردة عايز أتكلم على اتنين من القوانين المهمة اللي الكتاب المقدس اتكلم عليهم في العلاقات الزوجية. القانون الأولاني هو قانون الأولوية، قانون الأولوية، انه الرب لما صنع الجواز صنع العلاقة الزوجية دي اقوى علاقة موجودة على الارض بعد علاقة الانسان بربنا. يعني اقوى علاقة هي علاقة الانسان بربنا، الحاجة اللي بعدها على طول العلاقة الارضية اللي هي قوية قوي، اقوى من علاقتك باصدقائك، اقوى من علاقتك بالناس اللي معاك في الشغل، هي العلاقة مع شريك الحياة، العلاقة مع شريكة الحياة. قبل ما بتتجوز وقبل ما بتتجوزي، علاقتك بأهلك بتبقى أقوى علاقة، وهما دولت اللي انت بتخضعي لهم وبتسمعي لهم بيقولوه. لكن لما بتتجوزي علاقتك بجوزك هي بتكون أقوى علاقة، يعني جوزك بيكون هو الأول في حياتك بعد ربنا، ومراتك بتكون هي الأولى في حياتك بعد ربنا. تقولي طب وأهلي؟ أقول لك أهلك زي ما بيقول الكتاب، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض.
أهلك هتفضل تكرمهم، هتفضل تحبهم، هتفضل تخدمهم، هتفضل تساعدهم بكل قلبك، لكن الأولوية مراتك هتبقى ليها الأولوية، وجوزك هيبقى ليه الأولوية. الأزواج لما بيتجوزوا في أول جوازهم وفي شهر العسل بيقضوا أوقات طويلة مع بعض، وبيكونوا سعدة جدا بالعلاقة الجديدة دي وبالحب اللي رابط بينهم. بعد سنة كده أو سنتين بيبتدوا يفكروا إن هم يخلفوا. فأول ما بيخلفوا بتبتدي الزوجة تحط كل اهتمامها في الطفل الجديد، إنها عايزة تهتم بيه وتعتني بيه وتاخد بالها منه، والزوج بيبتدي عايز يشتغل ويشتغل أكتر، وجايز يشتغل شغلانتين علشان المسؤوليات بتزيد عليه. وبعد شوية نبتدي بقى نسمع الكلام دوت من الزوج والزوجة، تبتدي الزوجة تقول ده هو طول النهار بيشتغل، بيصحى من 7 الصبح ويرجع الساعة 8 بالليل، بيرجع تعبان هلكان. اللي بيعمله ان هو بعد ما بيتعشى بيقعد شوية يتفرج على التلفزيون وانا مش بشوفه خالص. وبعدين هو يقول هي بقت مشغولة جدا جدا مع العيال ومع مذاكرتهم وتمارينهم، ده انا مرات بدخل البيت هي ما بتحسش ان انا دخلت. ولما ببقى عايز يبقى في علاقة حميمة بينا تبقى هي منهكة جدا، وكأنه كل واحد بيقول للتاني انا غيران من اللي أخد مكاني عندك، لأنه أنا غيرانة من اللي أخد مكاني في قلبك. إنه ممكن الحاجة اللي أخدت مكانك أو مكانتك مش بس الشغل، مش بس العيال، ممكن يكون الأصحاب، ممكن تكون هواية معينة أنت بتمارسها. وعلشان كده لأنه الأولوية ما بقتش مترتبة صح، ابتدت الأمور تنهار وابتدت المشاكل تحصل بينكم وبين بعض. في واحد قال انا في وقت من الاوقات ربنا بكتني وقال لي انه مراتك ما بقتش ليها الاولويه في حياتك، انت مدي اهتماماتك كلها لشغلك وللهوايه بتاعتك. فتاب قدام ربنا وراح يعتذر لها وقال لها فعلا انا متاسف انك انت ما بقاش ليكي الاولويه بالنسبه لي. هي صعقت لانه كان اول مره يعتذر ويعترف ان هو غلطان، وابتدت الدموع تنزل من عينيها، فابتدت هي كمان تعتذر له وتقول له انا متاسفه لان انا قصرت في حقك، وفعلا اهتميت بالولاد قوي وانا مقصره في حقك. وبيقولوا ان من اليوم دوت ابتدت العلاقه بينهم كل ماده ترجع تاني، ويرجع الحب يتعمق تاني ما بينهم. الاولويه، قانون الاولويه، انه من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويصير الاثنين جسدا واحدا. انه العلاقه اللي وانت عازب كانت موجوده ما بينك وما بين اهلك، بعد ما بتتجوز مراتك بقى ليها الاولويه، واهلك هيكملوا ليهم الاكرام. لانه هيفضل الازواج بيشتكوا من الامر ده. مرات زوجه تقول انا جوزي مش بيبقى لطيف معايا غير لو فعلا هو محتاج للعلاقه الجنسيه، وهو يتنرفز ويقول يعني هي عايزاني اسيب شغلي، يعني اعمل ايه؟ واللي بيزود بقى المشكله ان هم كل ما بيجوا يتكلموا مع بعض بيتخانقوا وبيخشوا دايره مفرغه، هو بيلومها وهي بتلومه ويتخانقوا، فمش مش مش عارفين يتكلموا، مش عارفين يتكلموا مع بعض. جايز احنا اتربينا في مجتمع، المجتمع ده علمنا مبادئ مش هي مبادئ الكتاب، مش مبادئ الملكوت. يعني المجتمع بيقول لك انه شغلك هو اهم حاجه، علشان انت زوج وانت اب وعليك مسؤوليات كتيره قوي، والمجتمع بيقولك عيالك لازم تشيليهم في عينيكي، دولت اهم حاجه، دولت يعني فعلا يعني الهديه اللي ربنا اداها لك. طبعا شغلك مهم قوي، بس المجتمع خلى كانه البيت هو اللي بيخدم الشغل مش الشغل اللي بيخدم البيت. انا عايز اسالك ايه قيمه انك تجيب فلوس في بيت خربان، في بيت الاب والام طول الوقت بيتخانقوا مع بعض، ايه قيمتها؟ عايزه اسالك، انت عماله تقولي انا عيالي وكل الوقت لعيالي، عايزه اسالك انت عايزه عيالك يتربوا في بيت بابا وماما مش بيحبوا بعض، مش طايقين بعض، بيتخانقوا كتير، والعيال بيسمعوهم ما بيتخانقوا كتير؟ عايزه اقول لك وعايزه اقول لك اقوى هديه واحلى هديه تدوها لاولادكم انهم يعيشوا في بيت مليان حب، يعيشوا في بيت مليان تفاهم، يعيشوا في بيت بيشوفوا بابا وماما بيحبوا بعض قوي وبيخافوا على بعض وبيتكلموا بطريقة إيجابية على بعض.
ده البيت اللي بيطلع أطفال أسوياء، ده البيت اللي الأطفال يطلعوا أصحاء، ولما يتجوزوا يبقى عندهم فرصة كبيرة إنه علاقتهم الزوجية وبيوتهم تبقى ناجحة، لأن هم عاشوا في وسط مثل ناجح، عاشوا في وسط مثل ناجح. شغلك مهم قوي بس مش أهم من مراتك، عيالك مهمين جدا جدا بس مش أهم من جوزك. لو عايز تعرف إيه الترتيب اللي محتاج إن أنت ترتبه علشان تقدر تعيش علاقة صح مع مراتك، الترتيب اللي الكتاب بيعلمه لنا انه بص، نمرة واحد يبقى في حياتك ربنا، ربنا نمرة واحد، ربنا بتديله وقت، بتقضي معاه فعلا اوقات في الصلاة، بتقرأ الكلمة، بتروح الكنيسة، بتروح الاجتماعات، ربنا نمرة واحد في حياتك علشان انت عايزه وعايز كمان كلمته اللي تبني عليها بيتك يبقى مبني على الصخر. بعد ربنا شريكة حياتك، شريك حياتك. نمرة اتنين مراتك، مراتك اللي بتهتم بيها وبتشوف ايه اللي بيرضيها، ايه اللي بيبسطها، مركز معاها، مركز معاها. نمرة تلاتة ولادك، ولادك، انه الولاد اكيد لازم نديلهم وقت كتير علشان ينفع نربيهم، عشان ينفع يبقى في علاقة قوية ما بينهم وما بينهم. مش بس عايزين نصرف عليهم، مش بس عايزين نأكلهم ونشربهم، مش بس عايزين نديلهم دروس خصوصية، عايزين نديلهم وقت، عايزين نديلهم اهتمام، عايزين نربيهم، عايزين نربيهم، عايزين نبذل مجهود في التربية، عايزين نبذل مجهود في العلاقة. وبعد كده أهلك وأهلك، إنه زي ما قلت إنك بتكرمهم، إنك بتحبهم، إنك بتخدمهم وبتساعدهم، أهلك، بعد مراتك وعيالك. وبعد كده الكنيسة، الكنيسة أنا قلت ربنا نمرة واحد، الكنيسة بمعنى الاجتماعات، الخدمة اللي انت هتعملها في الكنيسة دي بتيجي بعد أهلك. وبعد كده لما بيفضل لك وقت يبقى أصدقائك وأصدقائك، كويس ان انتوا يبقى عندكم حياة اجتماعية، بتخرجوا مرات مع أصدقائكم، بتزوروهم مادام في وقت. وآخر حاجة ممكن الهواية بتاعتك، لو انت بتحب تمارس الرياضة، لو انت بتحبي تمارسي رياضة المشي، انك انت تمارس الـ 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 الهواية اللي عندك. لما بترتب الأولويات صح، بيتك بيبقى مستريح، مراتك بتبقى مستريحة، ولادك بيبقوا مستريحين. عايزة أقول لك كده، يعني أقول لك مثل بطريقة عملية اللي يخليك تدرك يعني إيه بترتب الأولويات صح. اعتبر إن وقتك ومجهودك كأنهم فلوس. أنت لما بيبقى معاك فلوس لازم تصرفها على أولويات، يعني لو أنت مثلا في شقة إيجار، أول حاجة هتقول أنا لازم أدفع الإيجار بتاع الشقة، لازم أدفع النور والمية، لازم أجيب الأكل في البيت، لازم أدفع المدارس. ولو فضل فلوس هنتفسح، لو فضل فلوس هشتري قميص جديد، هشتري بنطلون جديد. لكن مش معقولة هتاخد الفلوس تصرفها على الفسحة وبعد كده يجي صاحب البيت أنت ما معكش الفلوس بتاعت الإيجار. الأولويات بالطريقة دي، وقتك ومجهودك هتديهم للأولوية الصح، هتديهم لربنا، لمراتك ولولادك، مش هتديهم للهواية بتاعتك ولأصدقائك، وعايز تقعد في كافيه وعايز تقعد على القهوة مع أصحابك ومش مهم مراتك وعيالك. لما بنحترم قانون الأولوية اللي الرب كلمنا عنه في الكتاب المقدس، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، وامرأته هتبقى ليها الأولوية في حياته، لما بنحترم القانون دوت بنلاقي إنه علاقتنا ناجحة وبيتنا ناجح. القانون الثاني اللي الكتاب بيتكلم عنه هو قانون الالتصاق، قانون الالتصاق. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنين جسدا واحدا. عايزة أقول لكم من الحاجة اللي بسمعها كتير قوي، ودي عبارات مشهورة قوي، أنه أبص ألاقي زوجة بتقول أنا بطلت أحبه، بطلت أحب جوزي، وهو يقول أنا خلاص بطلت أحبها، وتبتدي تفكر وتقول أنا اخترت غلط، وتعيش تحت الإحساس بالذنب إنها اختارت غلط، وتحت الضيق إنها اختارت غلط. الحاجة اللي عايزة أقولها لك وعايزة أقولها لك، فكرة إن أنا اخترت غلط دي فكرة مدمرة، لكن هقول لكم فين المشكلة بتحصل. إنه في أزواج وزوجات فاكرين إنه أنا لو اخترت صح، لو اخترت الزوج الصح، لو أنا اخترت الزوجة الصح خلاص هنعيش بقى كويسين قوي بطريقة أوتوماتيك، يعني خلاص بطريقة أوتوماتيك إحنا هنبقى زي الفل. مش علشان إحنا بقينا عايشين تحت بيت واحد وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض،
فخلاص هتبقى علاقتنا تمام زي الفل. اسمعوني كويس، الجواز محتاج انك تبذل فيه مجهود، محتاج انك تشتغل عليه عشان يفضل الالتصاق دوت حاصل بينكم. لازم تشتغل، لازم تبذل مجهود. يعني لازم تفتكر انت اول ما تعرفت على مراتك انت كنت بتعمل ايه، كنت ازاي بتهتم بشكلك، ازاي بتهتم انك انت تظبط مواعيدك معاها، انك تبقى لطيف معاها، ما تنساش ابدا عيد ميلادها، مرات تخش عليها بورد. وانت افتكري كنت بتعملي معاه ايه، اكيد عمره ما كنت بتقابليه وانت ريحتك بصل، عمره ما كان بيحصل كده، هو بالعكس بتحاولي تبقي شكلك جميل وفعلا لابسه حاجه جميله، ولما بيجي بتقعدي تفكري هتقدمي له ايه، لو عايزه تعشيه بتتعبي علشان تحضري له عشاء. انتوا ابتديتوا تعملوا كده، وبعد كده لما اتجوزتوا اخدتوا المواضيع انه خلاص احنا اتجوزنا وطبيعي ان احنا هنبقى كويسين مع بعض. لا، الجواز في قانون الالتصاق محتاج اني ابذل مجهود، محتاجه اني ابذل مجهود علشان يفضل جوازنا ناجح. الفكره المدمره اللي المجتمع بيقولها انه خلاص خلص شهر العسل، انه لازم ننزل لارض الواقع، وانه اغلب الازواج مش سعداء في حياتهم. الفكره دي يا جماعه فكره شيطانيه، فكره مدمره. مش عشان اغلب الازواج مش مبسوطين في حياتهم تبقى انت وانت مش هتبقوا مبسوطين في حياتكم. خطه ربنا ليكم ان انتم تبقوا سعداء، خطه ربنا ليكم ان انتم تعيشوا في التصاق وفي وحده وفي تفاهم مع بعض. عشان كده الكتاب لما اتكلم في سفر الرؤيا، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فانظر من اين سقطت وتب وارجع اعمل الاعمال الاولى. يعني عايز يقول لك ويقول لك لو المحبه الاولى فطرت بينكم، يعني مش بس في العلاقه مع ربنا، في العلاقه ما بيننا وبين بعض، بص ايه الغلط اللي انت عملته، انظر من اين سقطت وتب، شوفي ايه الغلطه اللي انت عملتيها، شوف الغلط اللي انت عملته. التوبه معناها اني اعترف اني غلطان واغير اتجاهي. وقال واعمل الاعمال الاولى، مش بيقول لك ارجع للمشاعر الاولى، بيقول لك ارجع للاعمال الاولى. انا عارفه انه في منكم وانتم بتسمعوني دلوقتي في ازواج هيقولوا لا احنا وصلنا خلاص لحاره سد، وما اعتقدش انه حاجه ممكن هتنفع في جوازنا، جايز الحاجه الوحيده هو الطلاق، ان احنا ننفصل. عارفين ايه اكتر كلمه الكتاب المقدس استخدمها عن الحب باليونانيه؟ الكتاب المقدس كلمه اجابي. اجابي يعني الحب اللي فيه التزام، الحب اللي بيبذل مجهود من اجل اسعاد الاخر. فانت عمال تقول انا 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 لا احنا خلاص وصلنا الحرسد، الكتاب المقدس بيقول لك ارجع اعمل الاعمال الاولى، ارجعي اعملي الاعمال الاولى، ارجع افتكر انت كنت بتتكلم معاها بتبقى لطيف ازاي، انت دلوقتي بتتطاول عليها، انت دلوقتي بتشتمها، انت دلوقتي بتمد ايدك عليها، وبعدين بتقول احنا خلاص وصلنا الحرسد. ارجع للاعمال الاولى، افتكر لما انت كنت لسه بتتعرف عليها كنت عامل ازاي. عايزه اقول لك انت لو طلقت مراتك وابتديت عايز تتعرف على واحده تانية علشان تتجوزها، هتبتدي تبقى لطيف، هتبتدي تهتم بشكلك بمظهرك، هتبتدي تفتكر عيد ميلادها، هتجيب لها ورد، وبعد شويه هتوصل للنقطه اللي انت واصل فيها ديت مع مراتك لو ما بذلتش مجهود. فايه رايك انك تبذل مجهود مع مراتك دلوقتي؟ لانك انت لو حاولت تتجوز مره تانية هتوصل لنفس النقطه لو ما اشتغلتش على علاقتك الزوجية، لو ما اشتغلتيش على علاقتك الزوجية. افتكر الأعمال الأولى، افتكري الأعمال الأولى، افتكري انت كنت مهتمية بيه قد إيه. ومتفضلكم عايزة أقول لكل ست اهتمي بشكلك، اهتمي بشكلك علشان جوزك من حقه إن هو يشوف شكلك كويس، مش يشوف واحدة منحكشة ومش عارفة عاملة إيه وريحتها عاملة إزاي. ارجعي للأعمال الأولى، ويرجع للأعمال الأولى، مش بيقول ارجع للمشاعر الأولى، بيقول لك لما هترجع تعمل الاعمال الاولى الحب هيرجع يتبني تاني والمشاعر هترجع تتبني تاني. في زوج وزوجه بيحكوا انه كان في سوبر ماركت معين بقالهم مده ما راحوهوش، وبعدين راحوا يشتروا منه حاجه، فلقوا هناك واحده من الموظفات عارفينها من زمان، هي كانت تخينه جدا، لقوها خست وشكلها امور قوي، فقالوا لها ايه ده انت اتغيرتي قوي، قالت لهم اصلا انا خسيت 40 كيلو. قالوا لها ياه، قالت لهم عشان انا اتطلقت وعايزه اتجوز تاني. فهم قالوا في نفسهم طب ليه ما خسيتش ال 40 كيلو هي مع جوزها، ما كانتش اتطلقت. ليه ما خسيتيش ال 40 كيلو وانت معاه، ما كنتش هتتطلقي،
وتبقي عايزه تتجوزي تاني، بتفضلك ومن فضلك ما تسمعش للافكار بتاعتك المجروحه لانها مريضه، ما تسمعش للافكار اللي بتقول ما فيش فايده، ما فيش امل، احنا واصلين لحاره مسدوده. انظر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، ابذلوا مجهود في علاقتهم. فرق معايا قوي شخص غالي عليا يقرب لي، هو لسه شاب يعني، جاء قال لي عارفه يا نوره انا كتير من اصحابنا اتطلقوا شباب، قال لي كتير. فقال لي انا قلت لمراتي احنا لو ما اشتغلناش على جوازنا هيبقى مصيرنا زي مصير اصحابنا، خلينا نشتغل على جوازنا، خلينا نقضي وقت كفايه مع بعض، خلينا نبقى فعلا كل حد مهتم بالتاني هو بيحب ايه وبيعمل له ايه. ده انا عايزه اقول لك انت ممكن تبقى لو سالناك انت عيد جوازك امتى تبقى ناسي انت اتجوزتها امتى، مش بس مش بتحتفل معاها بعيد جوازكم، مش بس مش بتجيب لها هديه، انت ناسي اصلا عيد الجواز. ارجع اعمل الاعمال الاولى، اشتغلوا على جوازكم، اشتغل على جوازك، عيش قانون الالتصاق. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويصير الاثنين جسدا واحدا. يسوع مصر انه يشفي علاقتكم، يسوع عايز يزوركم في بيتكم ويرجع المحبة الاولى اللي انتوا فقدتوها. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل. قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.
عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا سعد. بيك ربنا يباركك جدا جدا أضعاف الماضي. وأهلا بيك يا فينا، ميرسي جدا عشان فعلا بتنورينا، ربنا يباركك. عايزة أشجعك دلوقتي وأشجعك في المكان اللي أنت موجود فيه، غمض عينيك وصلي معانا في الوقت دوت. النهارده يسوع جاي يقول لك وجاي يقول لك أنا مصر إن علاقتكم ترجع زي الأول وأكتر من الأول. أنا مصر إن المحبة الأولى اللي فطرت وضعفت إنها ترجع تاني. لكن انظر وانظري من أين سقطت وتوب. فكر إيه اللي أنت وقعت فيه، إيه اللي أنت غلط اللي عملته اللي خلى العلاقة توصل لكده دلوقتي. في أزواج النهاردة ربنا كي يكلمهم إنهم دخلوا في خيانات زوجية، والنهاردة يوم للتوبة. النهاردة ربنا جاي يقودك إنك أنت تترك العلاقة دي، تتقيأها وترجع تاني لمراتك والبيتك، ترجع تاني بتوبة قدام ربنا لأنك أنت إليه أخطأت، وترجع تاني تلتصق بمراتك وبأولادك. النهاردة يسوع جاي يقولك بصي وفكري أنت سقطتي، من أين سقطتي وتوبي. أنت بقيتي بتهملي جوزك، بقيتي مشغولة بحاجات كتيرة وبتجيبي لنفسك الأعذار إنك بتشتغلي وعندك بيت وعندك أولاد. لكن هي الفكرة إنك أنت الاهتمام من جوه، من جوه قلبك خلاص فطر. النهاردة تعالي بتوبة قدام الرب، قولي له يا رب أنا هرجع تاني أهتم بشريك حياتي اللي أنت اديتوني. النهاردة يوم للتوبة زي ما الكتاب بيقول، انظر من أين سقطت وتوب باسم يسوع. يا رب عايز أشكرك من أجل العهد الأبدي، من أجل يا رب أن يلتصق الرجل بأمرأته ويترك. عايز النهاردة يا رب أصلي أنك تيجي ترجعنا تاني للعهد ده يا رب، ويرجع العهد ده كامل يا رب. أنت لما حبيت الكنيسة بذلت نفسك من أجلها. صلي يا رب للأزواج كل واحد يرجع تاني يحب مراته من كل قلبه ومن كل فكره يا رب، يرجع تاني للعهد ده يا رب، يرجع تاني بقوة جديدة، وترجع تاني السيدات بقوة جديدة للعلاقة مرة تاني، يرجع تاني البيت ده يتبني على صخر الدهور يسوع، يرجع تاني يا رب النهاردة نتوب على كل مرة معرفناش نقف قدامك من أجل بيوتنا ومن أجل شريكة حياتنا يا رب. النهاردة نرجع تاني بقوة جديدة يا رب، نبنيه على الصخر كامل الدهور يسوع في اسم يسوع. بحبك لشخصك مش لعطاياك، بالمحبة الأولى طالب أكون معاك. بحبك لشخصك مش لعطاياك، كخاتم على قلبك، كخاتم على
يسوع جاي يقول لك ارجع رتب الاولويات صح في حياتك، ارجعي رتبي الاولويات صح في حياتك. بيوت كتير النهارده خربانه لانه يسوع ما بقاش نمره واحد في حياتكم. انتوا عرفتوه يمكن زمان، لكن دلوقتي العالم اخدكم بعيد عنه. ارجعوا تاني لحضنه، ارجع تاني اجري لحضنه وقول له انت تبقى نمره واحد يا رب، لان انا يا رب لما بسمع لكلمتك وبخضع لكلامك حياتي كلها رب بترجع تنتظم تاني، وبيتي بيرجع تاني مليان بالسلام وبالراحة وبالشفاء. يا رب سامحني، سامحني علشان يا رب اتخذت بعيد عنك، بس أنا النهاردة راجع يا رب لحضنك، راجع لحضنك وراجع يا رب أطيعك يا رب. وانت يا رب بتقولي يا رب إنه فعلا شريكة حياتي يبقى ليها رب الأولوية. أنا اشتغلت انشغلت بحاجات تانية كتير يا رب، فعلا يا رب النهاردة أنا جاي أقولك متأسف، وانا عايز اقول لها هي كمان انا متاسف. يا رب انا بشكرك علشان الازواج والزوجات كمان اللي هيجوا يا رب يتاسفوا لبعض انه حاجات تانية اخذت الاولويه في حياتهم، ويرجعوا تاني للاولويات الصح يا رب اللي انت اتكلمت عنها في اسم يسوع. يا رب تعالى استردنا تاني يا رب، تعالى استرد العلاقه اللي بيننا ما بينك يا رب مره تاني، واسترد علاقتنا بشريكة حياتنا يا رب مرة تاني. تعالى يا رب ردنا من التوهان، ردنا من الأولويات اللي غلط في حياتنا، ردنا يا رب من أمور يا رب خدت الأولوية مكانك وخدت الأولوية عن شريك الحياة مرة تاني. النهاردة نسأل في اسم يسوع يا رب ترد نفسي من أجل اسمك يا رب. يا رب كل حاجات يا رب خدتنا بعيد عنك يا رب وخدتنا بعيد عن أسرنا، النهاردة نسترد منها في اسم يسوع. لشخصك بستنى وبختارك نصيب، زي مريم لما سكبت ليك الطيب. لشخصك بستنى وبختارك نصيب، زي مريم لما سكبت ليك. Jesús.
بتصلي لحاجة مدمرة بيوت كتيرة، اللي هي العصبية الشديدة قوي بتاعت كتير من الرجالة. انه بلاقي زوجات كتار بيشتكوا انه جوزي عصبي جدا جدا، ومرات بيكسر الحاجات، وللأسف انه مرات في العصبية زوجات بيقولوا لي بيتطاول عليا وبيضربني. النهاردة عايزة نصلي للأمر ده بطريقة خاصة جدا. أنا عايزة فعلا كل زوج هو بيعاني من الأمر ده في اللحظات دي، تعالى بالتضاع قدام ربنا، تعالى أقول له يا رب، يا رب اكسر العصبية في حياتي، وديني أمشي السكة يا رب اللي تساعدني إنه يا رب فعلا أمتلئ بثمر الروح القدس. إنه مكتوب إنه ثمر الروح القدس لطف وطول أناة. أنا عايز أمتلئ بثمر الروح القدس. أنا عايز أقول لك إنه مفتاح مهم قوي في سكة العصبية إنك أنت كل يوم الصبح ابتدي يومك إنك تقرأ في كلمة ربنا وتصلي، إنك تاخد قوة وشحنة من الرب وانت بتواجه تحديات اليوم. لانه في ازواج بيقولوا احنا اللي بنقابله في شغلنا صعب قوي، احنا غصبا عننا. خد قوة وشحنة من الرب علشان تبتدي يومك، واقعد قدامه، اقعد قدامه وقول له انا عايز الروح القدس اللي يسيطر عليا، اللي يملاني فعلا بالثمر، اللي يملاني باللطف، اللي يملاني بطول الاناء. وما تحطش في مخك انه انا اصلا انا عصبي. ما فيش حاجة اسمها انا عصبي. في حاجة اسمها انك انت تقدر تمشي سكة من التدريب. انه مثلا لو انت بتتناقش مع مراتك وحسيت نفسك انك صوتك هيعلى، قول لها هنوقف النقاش دلوقتي وادخل جوه وابتدي في الوقت ده صلي، اسمع ترنيمة. ما تستسلمش للعصبية. عشان كده احنا عايزين نصلي مع كل زوج بيعاني من الامر دوت. وفعلا تعالى بالتضاع واطلب ربنا علشان ما تكملش في سكة العصبية. يا رب احنا بنشكرك، يا رب احنا بنشكرك علشان انت اللي بتغيرنا. محدش يا رب بيعرف يغيرنا يا رب غيرك. وجايين يا رب نتحد يا رب بكل زوج يا رب بيعاني من عصبية جديدة، ويا رب فعلا ولاده عايشين في خوف ومراته عايشة في خوف يا رب من كتر يا رب نوبات العصبية الجامدة اللي بيوصل لها. يا رب تعالى على الأزواج دولت يا رب في اللحظات دي، عشان يا رب العصبية دي تتكسر، وعلشان يا رب قلوبهم تتفتح ليك يا رب ولكلمتك والعمل الروح القدس، يبقوا جادين وهم طالبين عمل الروح القدس يا رب وثمر الروح القدس اللي يغمرهم. يا رب كل فكرة كذب أصل أنا عصبي تقع يا رب عن الأذهان يا رب، وتقع عن القلوب يا رب. وفعلا رجالة كتار يا رب يجوا يخضعوا ليك ويخضعوا لكلمتك في اسم يسوع. يا رب رجعنا تاني تكون أنت الأول وقبل كل شيء. نرجع تاني نختارك، نرجع تاني يا رب نحط كل عصبية، نحط كل توتر، ونحط كل انزعاج، كل قلق يا رب. انت تيجي عليه النهاردة بقوة جديدة يا رب. الروح القدس يجي يصنع أمور جديدة جوه كل واحد يا رب النهاردة بيمر بالعصبية دي، أو بقيت نظام في حياته النهاردة تتكسر في اسم يسوع. ونرجع تاني وديع ومتواضع، نرجع تاني يا رب لما نقعد قدامك ترجع تشكل وتعدل وتبدل. انا بصلي يا رب ان كل افكار من العدو عايز يخلينا نستسلم ليها تتكسر النهاردة في اسم يسوع. نرجع تاني نختارك تكون الاول، وساعتها ترجع كل الحياة زي ما انت خلقتها، فرح، سلام، طول أنا، لطف، وداعة. رجعنا تاني يا رب، رجعنا تاني تبقى أولويتنا أنت مرة تاني يا رب في اسم يسوع. لا شكاية ولا كسرة بصليب كسر اللعنة، مررنا حررنا ويش الإثمنا ووجعنا. لا شكاية ولا كسرة بصليب كسر اللعنة، مررنا حررنا ويش صالحنا مع الآب.
اتفضلي. الو الو. ايوه اتفضلي. بصي احنا معايا جوزي وعيالي 4 شباب تمرين فاضيه دول، والجلسه بتاعتهم في يوم جلسه يوم 20 ويوم جلسه يوم 21، فطالبوا من حضرتك تلبس الصلاه النهارده. في قضيه وجلسه بتاعتها قريبه. امين. احنا هنرفعكم، ولانه كمان جات لنا طلبه صلاه انه شخص اتسجن ظلم لانه لقوا سلاح في عربيته، والسلاح دي كان بتاعت حد صديقه مش سلاحه هو، وطالبين فعلا صلاه. فاحنا هنصلي للامر دوت، هستقبل بعض التليفونات وهنكمل نصلي. معانا تليفون تاني. الو الو الو. دكتوره نور معايا. ايوه انا معاكي، اتفضلي. ايه دكتوره نور معايا، انت بتشتغلي بنتي. ايوه شاركينا بيها. ايوه انت معايا دكتوره. ايوه انا معاكي، انا معاكي، سامعاكي كويس. انا طالبه منك بصلاه رب العالمين لي المسيح. ان هو يجي للمسيح. امين امين امين. الطلبه دي طلبه غاليه قوي على قلب ربنا، ولان هو فعلا بيبحث عن الضال حتى يجده. امين. هنتحد مع صلاتك من اجل جوز بنتك. امين. خلونا نصلي في اللحظات دي للقضية اللي الأخت شاركت بيها، وللشخص اللي مسجون ظلم، إنه فعلا الرب يخرج حقه كالظهيرة في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك عشان أنت إله يا رب كل عدل يا رب، واحنا جايين يا رب نسأل إنك أنت تصنع عدل يا رب في القضايا ديت، القضية اللي أختنا يا رب شاركت بيها. يا رب أنت اصنع عدل، وقود يا رب القاضي يا رب، فعلا يا رب قيادة يا رب وإرشاد يا رب للقاضي من عندك. ونصلي يا رب لأخونا رب المسجون. يا رب أنت رب اللي فتحت أبواب السجن، وأنت ما زلت بتفتح أبواب السجن يا رب. يا رب فعلا يا رب خرج يا رب حقه كالظاهرة في اسم يسوع. ليك المجد. يا رب عايز أشكرك لأن العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة يتقدمان أمام وجهك. صلي يا رب أنت المجري العدل، أنت منصف المظلوم، انت القاضي العادل، انت قلوب الملوك كجداول المياه. صلي يا رب للقضية دي يا رب، اجري العدل والحق يا رب في اسم يسوع. يا رب كمان بصلي
للي محبوس ده يا رب. أنت تتراءى لي يا رب النهاردة، أنت تتراءى لي، أنت تتكلم لي بالحياة مرة تاني في اسم يسوع. أشكرك يا رب لأنك أنت مكتوب عنك تطلق الأسرى. النهاردة تيجي تفكه يا رب من كل قيود وتطلقه حر في يسوع. كل المجد. آمين. كذا طلبة لناس بتعاني من خشونة في المفاصل ومشاكل في الظهر، وعايزة في اللحظات دي نصلي للناس اللي عندها مشاكل فعلا في العظم. فلو دي مشكلتك حط ايدك على ظهرك في اللحظات دي، لو عندك مشكلة في الركب، عندك مشكلة في الهيب جوينت، حط ايدك مكان المرض، مكان التعب، وخلونا فعلا نطلب الرب ان قوة الرب هي تخترق الاجساد دي في اسم يسوع. يا رب احنا من كل قلوبنا يا رب بنشكرك علشان يا رب انت اسمك يا ورفا، انت الرب الشافي يا رب، ان مفيش مرض يا رب بيقف قدامك ومفيش مرض بيقف قدام صليبك يا رب. انا بصلي يا رب الكل يا رب ست حتى ايديها على ركبها يا رب دلوقتي، تعالى يا رب انت المسها يا رب لمسه شفاء يا رب، الكارتليج يا رب اللي اتاكل يا رب يرجع يا رب يتبني تاني يا رب. بصلي يا رب لكل يا رب مشاكل في المفاصل يا رب، تعالى يا رب تعالى بنفخات شفاء ونفخات قوة يا رب، المس يا رب يا رب العمود الفقري، المس يا رب كل خلل يا رب. أنا بصلي كمان يا رب الأميرة يا رب يا رب، اخترقها بقوة شفائك يا رب، كل خلل في ظهرها لا يكون ويرجع ظهرها طبيعي 100%. أنت الرب الشافي، احنا نعلن يا رب إيماننا يا رب بشفائك، إنك أمس واليوم إلى الأبد، إنك كنت بتشفي وما زلت بتشفي. مبارك اسمك، ليك المجد. أشكرك لأن اسمك يهوى رفا، أشكرك لأن على الصليب حملت أمراضنا وأوجعنا،
وبجلدتك تشوفينا. يا رب جايين النهارده نسأل من أجل كل حد يا رب عنده تعب في العمود الفقري بتاعه. يا رب النهارده أنت تمد يدك، قول كلمة يا رب، قول كلمة، قول كلمة فيبرأ يا رب النهارده ويرجع تاني زي ما أنت خلقته يا رب، صحيح بالتمام والكمال يا رب، لأنك أنت الرب الشافي. يا رب أشكرك لأن الدكاترة تقول اللي عايزة تقوله، لكن الكلمة الأولى والأخيرة ليك أنت يا رب. أنت صاحب السلطان، أنت صاحب القوة، أنت الوحيد اللي بتقول فيكون يا رب. أشكرك يا رب لأنه كمان مكتوب وكل المحتاجين إلى شفاء شفاهم يسوع. النهاردة يا رب نتحد بقلبك وبكل واحد يا رب وكل واحدة تعبانة، النهاردة نحملها إلى عرش النعمة قدامك ونقول كلمة يا رب، قول كلمة في اسم يسوع. محتاج لإيدك تداويني، مشتاق لحبك.